بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض النهاردة وحدة كروشيه. تقدري تعملي منها مفرش بأي حجم انتي محتاجاه او عايزاه. الوحدة دي انا عاملاها بخيط حرير، انتي تقدري تستخدمي اي خيط يعجبك. الديفا هيطلعها اكبر شوية وهيطلعها جميلة، والخيط القطن كمان هيبقى اسهل شوية من الخيط الحرير. الوحدة دي فيها غرزة معقدة شوية، بس ان شاء الله واحدة واحدة تبقى سهلة معاكم. طيب احنا هنبدأ بدايرة سحرية. الدايرة السحرية دي هنعمل فيها 12 عمود بلفة، ما بين كل عمود وعمود 3 سلاسل. اول عمود عندنا بمثابة ارتفاع 3 سلاسل، يعني احنا هنرتفع في الاول 6 سلاسل. بعد كده هنعمل 11 عمود، ما بينهم 3 سلاسل، 3 سلاسل فراغ. انا وصلت لاخر، عملت اخر عمود عندي في الدايرة السحرية وقفلتها، وهعمل 3 سلاسل وهقفل. ومنزلقة في ارتفاع التالت سلسلة في الارتفاع بتاعي. هدخل بعد كده في اول فراغ بمنزلقة، وهرتفع سلسلتين اتنين بس، وهعمل عمودين بلفة بس. هسيب اخر لفة على الابرة وهاخد التلاتة مع بعض 5 سلاسل، وهعمل 3 عواميد بلفة غير مكتملين، هاخدهم التلاتة مع بعض. لو هسيب اخر لفة على الابرة والتلات عواميد هاخدهم مع بعض مرة كمان، 3 4 5 سلاسل، عمود لفة باخد اول لفة واسيب اخر لفة على الابرة، بسيب اخر لفة على الابرة، بلف الخيط وادخل اخد الخيط اطلع لفة واسيب اخر لفة على الابرة واخد التلات عواميد مع بعض 5 سلاسل. انا عندي هنا مجموعة عواميد في كل فراغ، بخلصهم وارجع لكم تاني. انا وصلت لاخر كلاستر عندي، اللي هما مجموعة التلات عواميد الغير منتهيين، بقفلهم التلاتة مع بعض. طيب اخر 5 سلاسل، احنا مش هنقفل ب5 سلاسل ومنزلقة، احنا هنقفل بسلسلتين وهعمود في تالت سلسلة من اول او من الارتفاع اللي عندي، عمود بلفة. طيب بعد كده السطر التالت هنعمل ايه؟ هنرتفع 6 سلاسل، 3 4 5 6، وهنعمل نفس الغرزة دي مرتين، هنا ما بينهم 4 سلاسل. نفس الغرزة دي في اول فراغ عندي مرتين، ما بينهم 4 سلاسل. نعمل مجموعة 3 عواميد ونقفلهم مع بعض 4 سلاسل، 3 4، وهعمل مرة تانية نفس الغرزة، هعمل بعد كده 6 سلاسل وهعمل حشو، مرة تانية 6 سلاسل وهعمل حشو في الفراغ.
الفراغ اللي بعده، 6 سلاسل، وهعمل نفس الغرزة دي مرة تانية في الفراغ اللي بعده، 2 سلاسل، هكرر نفس الحكاية دي مرتين كمان وارجع لكم تاني. خمسة ستة. أنا عملت 6 سلاسل وهعمل حشو. آخر 6 سلاسل عندي هعملهم 3 سلاسل بس، وعمود بلفة في العمود بلفة اللي كان في السطر اللي قبله. انا كده بدأ يتكون عندي مربع، هنكبره شوية بآخر سطر عندنا. طيب آخر سطر هنعمل 6 سلاسل حشو في الفراغ اللي بعده. طيب الغرزة اللي بعد كده هنعمل ايه؟ هنرتفع 9 سلاسل، 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9. طيب هعمل ايه بعد كده؟ هلف الخيط 5 مرات على الإبرة، 1 2 3 4 5، هدخل في رأس الكلاستر اللي عندي وهسحب الخيط، هعمل عمود ب4 لفات. انا عندي 5 لفات على الابرة، هطلع بالخيط 4 مرات، كل مرة بخيطين. انا عملت كده 3 4، بقي عندي 3 لفات على الابرة. هلف الخيط مرتين على الابرة وهدخل في تاني لفة من تحت. انا عندي هنا 4 لفات عمود ب4 لفات، هدخل في تاني لفة من تحت او تالت لفة من فوق، وهدخل الابرة واسحب الخيط بتاعي. سحبت الخيط، اطلع بالابرة مرتين، كل مرة بلفتين من الخيط، بمعنى اصح عملت عمود بلفتين. هلف الخيط مرتين، مرة كمان هسحب الخيط من نفس المكان وهطلع مرتين. بقى عندي 5 لفات على الإبرة، هسحب الخيط من 3 لفات وبعدين من لفتين، بقي عندي 2 لفتين على الإبرة. هلف الخيط 5 مرات على الإبرة وهدخل في الكلاستر اللي بعده، رأس الكلاستر اللي بعده، وهعمل 4 أو هطلع 4 مرات. هلف الخيط مرتين، هدخل من تاني لفة من تحت أو تالت لفة من تحت الإبرة وهسحب الخيط. هسحب الخيط مرتين، هلف الخيط مرتين مرة تانية، هسيب أول لفة مش هدخل فيها في تاني لفة اللي أنا كنت فيها قبل كده، هدخل واسحب الخيط وهطلع مرتين. عندي 6 لفات على الإبرة، هطلع من 3 وبعدين من 2، عندي 3 لفات هطلع منهم، وأعمل بعد كده 9 سلاسل. هعمل حشو في الفراغ اللي بعده، نعملها مرة كمان مع بعض. انا هنا عندي 6 سلاسل الاول، 3 4 5، وهعمل حشو في الفراغ اللي بعده.
ست سلاسل مرة كمان. وهعمل حشو في الفراغ اللي بعده، هرتفع 9 سلاسل، هلف الخيط 5 مرات على الإبرة، 3 4 5، هدخل في أول كلاستر عندي واطلع بالخيط 4 مرات، ادي 1 كل مرة بلفتين من على الإبرة، تاني مرة، تالت مرة، رابع مرة، باقي عندي 3 لفات على الإبرة، ألف الخيط مرتين، هدخل من تالت مرة، من تالت لفة على الإبرة، ادي لفة، ادي التانية، ادي التالتة، هدخل هنا وهسيب آخر لفة واطلع بالخيط، هلف الخيط، هطلع بالخيط مرتين، كل مرة بلفتين من على الإبرة، هلف الخيط مرة تانية وادخل من نفس المكان، اطلع مرتين، بقى عندي 5 لفات على الإبرة، هطلع من 3 وبعدين من 1، هلف الخيط مرة تانية 5 مرات، 4 5، هدخل الكلاستر اللي بعده وهطلع 4 مرات، هلف الخيط مرتين، ادخل من تالت لفة من تحت الإبرة، اطلع مرتين، لفة مرتين، ادخل من اللفة الثالثة اللي تحت الإبرة واطلع مرتين، عندي 6 لفات على الإبرة، هطلع من 3 وبعدين من 2، بعدين عندي 3 هطلع منهم 3، بعد كده هعمل 9 سلاسل. هعمل حشو في الفراغ وهكرر نفس الباترون بتاعي مرتين كمان عشان المربع بتاعي يكمل، 6 سلاسل وحشو في الفراغ اللي بعده. ست سلاسل وحشو في الفراغ اللي بعده. انا وصلت هنا، هطلع بعد كده 9 سلاسل وهكرر الغرزة بتاعتي مرة تانية. طيب لو انا عايزة اشبكها في مربع كبير، هرتفع ب8 سلاسل بس، هفتح الخيط بتاعي وهدخل هنا في الغرزة دي اللي هي شبكالي الغرزة كلها بالإبرة المربع المشبوك أصلا، وهسحب الخيط بتاعي وهعمل غرزة علشان تثبت لي الخيط ما يفكش مني، هلف بعد كده الخيط 5 مرات، 3 4 5، وهكرر تاني الغرزة بتاعتي اللي انا عملتها تحت، هدخل في الكلاستر الاولاني اطلع 4 مرات، 1 2 3، أربعة، هلف الخيط مرتين، هدخل في تالت لفة من تحت الإبرة، هطلع مرتين، لف مرتين، أدخل من تالت أو في نفس اللفة اللي أنا طلعت منها قبل كده، عندي 5 لفات، هطلع من 3 وبعدين من 2، يبقى عندي لفتين على الإبرة، هلف 5 مرات مرة تانية، وهدخل في الكلاستر اللي بعده
اتنين تلاتة أربعة، ألف مرتين. هسحب مرتين، مرة تانية، هسحب من 3 خيوط أو 3 لفات، وبعدين اسحب من مرتين. باقي عندي 3 لفات هسحبهم، بعد كده مرة تانية. 9 3 4 5 6 7 8 9. طب احنا بنشبك من الراس بس؟ لا، احنا بنشبك كمان في الفراغ ده وفي الفراغ ده. طيب هنشبكهم ازاي؟ هنرتفع 3 سلاسل بس، المفروض 6 علشان نكون الحلقة. لا، انا هرتفع 3، هدخل بالإبرة واسحب خيطي واعمل 3 سلاسل، 1 2 3، وهدخل بحشو في الفراغ اللي بعده. هرتفع 3 سلاسل، هفتح خيطي، هدخل واسحب الخيط واعمل 3 سلاسل مرة تانية، واعمل حشو 9 سلاسل. انا هشبك هنا، يبقى هعمل 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. افتح الخيط وهدخل هنا واسحب الخيط، اعمل غرزة ده، الغرزة التاسعة للتثبيت، وهكمل عادي خالص. هلف الخيط على الابرة 5 مرات، هدخل في اول كلاستر وهطلع ب4 لفات، 3 4، هلف الخيط مرتين، 2 لفة من تحت، 1 كمان، 1 مرة تانية 5 مرات، 1 مرة تانية 5 مرات. اتمنى يكون المفرش ده عجبكم. ياريت ما تنسوناش في اللايك، ولو في اي سؤال عايزين تسألوه انا وصلت مجموعة السلاسل اللي هي 6 سلاسل، 3 4 5 6، وهعمل منزلقة في العمود عشان انهي. هفتح خيطي واقصه وهفنش الخيط بتاعي من الارض. ياريت لو سمحتوا اللي ما عملش لسه اشتراك يعمل. وشكرا على المتابعة بتاعتكم، بالتوفيق، سلام عليكم.